حدثا وجب أن تكون ترابية ومغربية، وهذه الحدث المغربية تستمد قوتها من الأمازيغية والعربية. عندما تسافر إلى كوريا أو الصين أو تركيا تجد اللغات، لغات رسمية هي التي في الفضاء العمومي، ولا يكترثون إليك أنك أنت مغربي، أنت عربي، أو أنت إنجليزي، أو أنت فرنسي. إذن نحن أمام هذه الإنهزامية اللغوية، نرى في لغة الآخر أنها انتصار للحادث. لا، الطفل الصغير لما نضعه في حضانة ويبدأ بالتعلم أو التعلمات أو التواصل باللغة الفرنسية، فنحن أمام، أقولها جنوح حقوقي، لأننا نسلبه لغته الأم اللي هي الدارجة أو الأمازيغية، ونعوضه بلغة أخرى اللي هي الفرنسية. سعيد بن نيس، أستاذ علوم اجتماعية بجامعة محمد الخامس، مدير مركز البحث الإنسان والمجال والمجتمع. السياسة اللغوية هي مصطلح يطلق على الرؤية السياسية لتدبير اللغات. فاللغات في أي مجتمع بشكل طبيعي هناك تعدد لغوي، إذن تأتي السياسة اللغوية لتدبير هذا التعدد اللغوي. عندما تطبق السياسة اللغوية نتحدث عن التعددية اللغوي. إذن من هذا الباب فالسياسة اللغوية هي المنطق الحكومي، هي الرؤية الحكومية، هي الرؤية الدولتية لتدبير التعدد اللغوي. هناك فترات من التدبير اللغوي في المغرب، كانت لدينا سياسة لغوية عندما تمت تعريب الحياة العامة، أي أن فترة التعريب هي فترة لتطبيق سياسة لغوية معينة. أما في من بعد هناك سياسة كما يقال بيفرضها الواقع، تم فيها التعامل مع اللغات في المغرب على أساس ثنائية خارج الدستور، وهي ثنائية اللغة العربية والفرنسية، أي أن في جميع مناحي الحياة المغربية كانوا الناس يستعملوا العربية والفرنسية في الإدارات. وهذا التدبير ما جاش من سياسة لغوية، ولكن فرضوا الواقع اللغوي في المغرب. إذن هناك سياسة لغوية تأتي من المؤسسات، فيها كما قلت التعريب، كانت فيها مؤسسة ديال مؤسسة التعريب للأبحاث حول التعريب اللي كتدبر العربية كلغة بغينا نمر بها من اللغة ديال 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 ما هو رسمي إلى لغة الحياة العامة. وكان هناك واحد الفترة ما كانت فيها سياسة لغوية اللي عرفت بروز الفرنسية كلغة مؤسساتية، كنستعملوها في المؤسسات، في الطلب شي حاجة، في لي دوموند ايتترا. هذا الشيء اللي عطانا الفرنسية، ولات حتى في الفضاء العمومي الفرنسية تزاحم العربية اللي هي لغة رسمية في الدساتير. من بعد هناك رؤية جديدة في الدستور 2001 اللي تبنات واحد السياسة لغوية ترومو الاعتراف باللغة اللي هي الأمازيغية، ومرينا لواحد السياسة اللي فيها. نعم، هناك اختلال في الزمن الدستوري. الدستور اعترف بثنائية الرسمية أمازيغ والعربية، لكن في الفضاء العمومي في المعاملات المجتمعية تبقى الفرنسية لغة رسمية ثانية مع العربية، وفي بعض الأحيان تهيمن على بعض مجالات الحياة الفرنسية. أفسره على أساس أننا أمام إرث اللغوي الفرنسية اللي في بعض مجالات الحياة العامة أصبح هو المرجع في التعاملات. إذن فاللغة الفرنسية ليست فقط لغة ورثناها من الاستعمار، بل أصبحت لغة تدبر بها الحياة العامة. لهذا وكذلك اللغة الفرنسية في المغرب هي ليست فقط لغة للتواصل، بل أصبحت لغة كعنوان للرقي المجتمعي. إذن انتقلت من لغة التواصل، لغة غير رسمية نتواصل فيها المؤسسة، إلى لغة ذات رقي وذات دلالة وتمثلات مجتمعية.
اللغة الرسمية كما جاءت في الدستور هي لغة لتمثيل الدولة المغربية. لما نتحدث عامة في الأدبيات على اللغة الرسمية فهي لغة نتشاركها مع دول أخرى، العربية نتشاركها مع الجزائر، مع تونس، مع ليبيا، مع مصر، مع العراق، وتكون ما يسمى بالدول العربية. الأمازيغية كذلك نتشاركها مع دول أخرى مثل الجزائر، تونس، مصر، تشاد، نيجر، سنغال إلى آخره. إذن فهي ليست لغة وطنية، فاللغة الوطنية هي لغة تحدها جغرافية ديال دولة ما. عندما نتحدث عن اللغة الإسبانية كلغة وطنية فهي لغة أولا نجد حدودها في الاستعمال هي حدود في الدولة الإسبانية، اللغة الفنلندية، اللغة الدنماركية، اللغة. أما عندما نتحدث مثلا عن اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للهند، بمعنى أن لغة الدولة الهندية هي اللغة الإنجليزية التي ليست لغة محدودة في تراب الدولة الهندية. إذن فالفرق بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية، اللغة الرسمية هي لغة تتشارك الدول فيما بعضها، أما اللغة الوطنية فهي لغة تحيل أساسا على تراب وحدود جغرافية كاللغة الإسلندية، اللغة الصربية، اللغة الكرواتية إلى آخره. هناك قانون منظم، كاين خطوات تدريجية. الآن أظن هناك بعض الضوء، أعطي بعض الأمثلة. هناك فيما يخص تشوير، علامة تشوير في طريق السير نجد تيفينا والعربية. إذن هنا الدولة أو السلطات تتعامل مع المواطن من خلال ما جاء في الدستور، أي من خلال ثنائية رسمية. وهنا أريد أن أؤكد أننا في المغرب نحن بصدد ثنائية رسمية وليست ازدواجية رسمية. فالازدواجية هي أن نفس اللغة تنقسم إلى شطرين، مثلا العربية فيها العربية المدرسة العربية الفصحى وفيها الدارجة، وبالإنجليزية نتكلم على ديغلوسيا. أما فيما يخص الثنائية الرسمية فنتكلم عن بيلانجويزم. إذن هنا مهم بالنسبة للرأي العام أنه يفهم نحن بصدد ثنائية رسمية تعمل الدولة وفي سياستها على إدراجها في بعض مناحي الحياة العامة كالمدرسة كالعدالة إلى آخره، لأن هناك حاجة ماسة إلى أن تتعامل الدولة مع المواطن من خلال هذه اللغتين الرسميتين. وهناك مبدأين في تطبيق الثنائية الرسمية. هناك مبدأ الشخصانية، وهو المبدأ التي تتعامل به الدولة الكندية مع مواطنها، أي أن المواطن يفرض لغته على الدولة. وهناك مبدأ الترابية، أي وهو ما نجده في سويسرا، أي أن الحدود الجغرافية هي اللي تحدد لغة الاستعمال. فهناك كانتونات، كانتون فرنسي، كانتون ألماني، كانتون إلى آخره. إذن نحن في المغرب بين هاد الحدين، هل سنعتمد مبدأ الشخصانية أو مبدأ الترابية؟ إلا أن في الدستور 2011 عندنا هاد التوجهين، لأن التوجه الرسمي هو التوجه يذهب إلى الشخصانية، أي أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والأمازيغية. أما عندما نتكلم عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية فهنا نحن في إطار إيكولوجيا لغوية تعتبر أن الجهات في المغرب لها تعبيراتها الثقافية الخاصة وتنويعاتها اللغوية الخاصة التي تمت إلى الدارجة والأمازيغية. الأمازيغية يمكن أن نعتبر هناك ثلاثة مجالات لغوية، التشلحيت، التاريفيت، والتمازيغ. والعربية يمكن هناك أربع مجالات أو خمسة، فيها الحسانية، الجبلية، العروبية، المدينية، البدوية إلى آخره. هنا أظن أن الإطار العام للسياسة اللغوية يجب أن يجد منفذا لانسجام الإيكولوجيا اللغوية مع الثنائية الرسمية. أنا أحبب استعمال مصطلح البيئة افتراضية، لأنها بيئة بجميع تلوين. كما نتحدث عن البيئة فيها تنوع، فحتى في هذا الفضاء الافتراضي هناك تنوع. هناك تجد من يكتب الدارجة بالحروف اللاتينية، هناك من يكتب الدارجة بالعربية ويقحم بعض الأرقام، هناك من يكتب الدارجة العربية بالحرف العربي مع الأرقام، هناك من يكتب الدارجة بالإيموتيكون ببعض. نحن أمام سوق لغوية جديدة.
الآن هل هذا السوق اللغوي تدخل في إطار السياسة العامة؟ كذلك بالنسبة للأمازيغية إلى آخر. إذن نحن أمام تداولات لغوية جديدة يجب التعامل معها، لا سيما أن هذه التداولات لها وقعها على لغة الشباب ولغة الأطفال. فلغة المدرسة نعم نعم، الأنجليزية أصبحت الآن اقتراض من الأنجليزية أصبح يضاهي الاقتراض من الفرنسية. نجد كثير من كما أن هذا الفضاء هو فضاء خلاق، هناك تعابير جديدة نجدها في هذا الفضاء، حق مشاء إلى آخره، وهذه التعابير تخرج من الفضاء الافتراضي لتجد مرسلها، تجد واحد القبول من طرف الناس في الواقع. والآن ولينا نتغدى من تتغدى الدارجة المغربية ليس من الحكام أو من القصص القديمة أو من ما هو تراثي، بل تتغدى من الافتراض. إذن فالدارجة مآلات الدارجة المغربية وحتى الأمازيغية تتغدى من هذا الفضاء الافتراضي اللي هو فضاء ديال التداول، فضاء ديال الحديث والتفاعل المستمر على طول النهار. الخلق والإبداع هو مجال. إذن هذه السوق الجديدة وجب أخذها بعين الاعتبار. نعم، أولا في جميع التجارب الدولية لغات المدرسة هي لغات دستورية. إذا افترضنا أن نتخيل وضعا مثاليا، فالمدرسة المغربية وجب أن تتعامل مع التلميذ من خلال اللغات الرسمية اللي هي الأمازيغية والعربية. الهدف الأسمى من السياسة اللغوية هو أن نمر باللغتين الرسميتين من لغتين هوياتيتين أي لغات المغاربة إلى لغات وظيفية لغات المدرسة. كذلك أعود إلى تجارب مثل التجربة الكورية أو الفنلندية أو الصينية. كانت اللغات الكورية والفنلندية هي لغات هويتية، وأصبحت الآن هي لغات علم ولغات مدرسة. كيف ذلك؟ من خلال ما يسمى بالترجمة الإيجابية، أي نترجم كل ما يكتب باللغة الوظيفية العالمية اللي هي الإنجليزية إلى الأمازيغية والعربية من أجل تأهيلهما ليصبح لغتا مدرسة. إذن هذا ليس مد جديد، نحن نريد أن نتخلى عن إرتين كولونيالي اللي هو الفرنكوفونيا، ولن نسقط في الأنجلوفونيا، ولكن ما نوده هو أن نذهب إلى اعتماد الأنجليزية كلغة أجنبية أولى في المدرسة، لا لشيء إلا لأن ستساعدنا على تهيئ اللغتين الرسميتين العربي والأمازيغي إلى أن يصبح لغتا مدرسة ولغتا علم ولغتا صناعة ثقافية جديدة. لماذا؟ لأن في فرنسا إذا فرضا أننا اعتمدنا في تعليمنا، وهذا هو السياسة العمومية تنحو هذا المنحة الفرنسية، فالفرنسية في معاقلها فرنسا وسويسرا وبلجيكا وكندا صارت لغة هويتية، واللغة الوظيفية في المدارس والجامعات هي الإنجليزية. إذن نحن في إطارنا شاذ لغوي أو ما يسمى بسكيزوغلوسيا، انفصام لغوي. لا يمكن أن نعتمد لغة هي في موطنها لغة هويتية وليست لغة وظيفية، ونحن نعطيها دورا آخر هو أنها لغة وظيفية. إذن هذا هو الإشكال في السياسة العمومية المغربية. يجب أن على اختياراتنا أن تكون اختيارات استراتيجية ترمو بيئة لغوية مستدامة. لماذا أتكلم على الاستدامة؟ لأن هذا الجيل الآن أو الجيل الفرنكوفوني قد 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 صار جيلا حتى هو يلتمس طريقه في إطار الاندماج في عالم جديد يعتمد اللغة الإنجليزية كلغة وظيفية. إذن نحن في هذا المفترق الطرق نعتمد تدخل اللغتين العربية والأمازيغية للمدرسة في أفق مرور بهما من لغات هويتية إلى لغات وظيفية. هناك تحول، لكن تحول بطيء، لا سيما إذا ليس هناك العالم. هل هناك إحصائيات وطنية؟ غالبية الأسر صارت
تمحو منحة أن الطفل منذ سنة سابعة أو ثامنة يبدأ في التعلم في الإنجليزية في مراكز. هناك مراكز ذات تكلفة باهظة وهناك مراكز ذات تكلفة. إذن جميع شرائح المجتمع المغربي فطنت إلى أن الإنجليزية هي مستقبل الشباب. الطفل الصغير لما نضعه في حضانة ويبدأ بالتعلم أو التعلمات أو التواصل باللغة الفرنسية، فنحن أمام أقولها جنوح حقوقي، لأننا نسلبه لغته الأم اللي هي الدارجة أو الأمازيغية ونعوده بلغة أخرى اللي هي الفرنسية. يتعرف على العالم من خلال لغة أجنبية. لماذا؟ لأن ولي أولياء الأمور يتمثلون اللغة الفرنسية كلغة رقي ولغة المستقبل بالنسبة لأولادهم. إذن هنا نمس حق الطفل، وحتى اليونسكو أشارت إلى هذا، أن الحق في اللغة الأم هو حق من حقوق الطفل. كيف نسلب حقه؟ لأننا لدينا تمثل المجتمع على أن الفرنسية هي لغة الرقي ولغة التسلق المجتمع ولغة الحركية المجتمع. إذن أنا خطيرة القضية. إذن فنخلق كذلك مرة أخرى فصام لغوي، أن المحيط يتحدث لغات مغايرة على لغات المدرسة والحضانة. كيف؟ ما عرفش أنا وليداتنا كيعرفوا الحيوانات بالفرنسية، ما كيعرفش هو ما عرفش انا تقول لي اشني هي هذه، يقول لك غزال، غزاله كتبان ليه بعيده، ليون بونتير، ولكن ما كيعرفهاش بالدارجه. وهذه خطيره. ما يسمى بالمعجم الاساس هو يعرفه بالفرنسيه. ما تعرفش اشنا هو، ما عرفش انا تعرف لي شوسيت، ولكن ما كيعرفش تقاشر، تعرف لك وياه ما تعرفش. انا نخلق طفلا يعيش تمزقا لغويا، والتمزق اللغوي ماشي هو غير في التعبير، وتمزق كذلك هوياتي، يرى نفسه كأنه فرنسيا ولا يرى نفسه كأنه مغربي. لهذا أنا أحبل في كتاباتي أن نعود في المدرسة إلى مثلا إلى اقتراحي وإدماجي بعض المواد حول تمغربية، حول ما كيف تكون مغربي، ما هي أنك مغربي، فهذا كيف تكون مغربي، ما هي شكون حنا فيها، اللغة نعبرها من خلال اللغة الأمازيغية أو الدارجة. هناك كذلك هناك خلل في الفضاء، في الهوية البصرية للفضاء العمومي. نجد إما الاسم بالفرنسية، اسم صيدلية بالفرنسية أو شركة إلى آخره، أو ثنائية عربية فرنسية، لكن هذه الثنائية كذلك أقول أنها خلل تحيل على بعض الارتباك اللغوي في السياسة ديال مجالس المدينة. وجب عليها أن تضبط في دول أخرى. لا يمكنك أن تكتب أي شيء في الفضاء العمومي، لأن هناك كما هي هناك سيادة وطنية، هناك سيادة لغوية. إذن فالسيادة اللغوية تحتم علينا استعمال التيفينغ والعربية في الفضاء العمومي، لأن الآخر الأجنبي عندما يحل بفضائنا فهوية الفضاء هي التي تفرض نفسها. إذا سلمنا أننا نستعمل الفرنسية من أجل الأجنبي والسائح الأجنبي، فهذا لا, 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 لا يستقيم. عندما تسافر إلى كوريا أو الصين أو تركيا تجد اللغات الرسمية هي التي في الفضاء العمومي، ولا يكترثون إليك أنك أنت مغربي، أنت عربي، أو أنت إنجليزي، أو أنت فرنسي. إذن نحن أمام هاد الإنهزامية اللغوية، نرى في لغة الآخر أنها انتصار للحادث. لا، حتى في المترو أو حتى في القطارات، محطة الوصول أو جدال تبدو تجرنا إلى التقليد. عندما نسمع غار داغدال عاد نحس باننا في الحداثه. لا، الحداثه وجب ان تكون ترابيه ومغربيه، وهذه الحداثه المغربيه تستمد قوتها من الامازيغيه والعربيه. لهذا انا بالنسبه لي من الضروري ان نثبت على الاقل اللغتين الرسميتين في الفضاء العمومي، لان هويه الفضاء العمومي هي اصلا اعتماد انتصار هويتي للسياده اللغويه في المغرب.